هنا إعلان تشيع وهذه المرة من الجزائر الأخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخي أيمن في هذه الجلسة. حياكم الله حياكم الله وحي الشيخ حبيب وجميع الشباب. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا أخي أيمن الجزائر الكرام. نود أن نعرف كيف دخلتم إلى هذا الدين الإسلامي الحقيقي. والله يا أخي هو السبب الوحيد أنا لم أعرف قناتكم ولم أعرف أي شيء عن البيت عندما سمعت حديث ثقلين. كنت أعرف كتاب الله وسنتي، وعندما سمعت حديث كتاب الله والعتراق صدمت ودهشت، فقمت ببحث من هم العتراق، فعرفت حديث الكساء غادي الخم كيف أنهم أرادوا حق دار فاطمة الزهراء عليه السلام. قمت بأبحاث حتى انقطع بي، لأن الموارد قليلة، فدعيت الله سبحانه وتعالى واشتريت استقبال أول قناة عندما بالدعاء هو الشيخ حبيب. فعندما سمعت الإعلان قلت لماذا الإعلان، فقمت باتباعه لمدة 3 سنوات والحمد لله أصبحت أناقش عدة ناس، وعلم البيت موجود عند نفسي. نعم أخي، أي سلسلة من السلاسل البحثية للشيخ الحبيب قد استمعتم؟ والله يا شيخ الحمد لله يعني عنده وفرة من العلم ومتعب العلم. نعم. يعني كل شيء جميل، وأنا كنت في تاريخ يعني لم أصلي 15 سنة، وكنت أشك في هذا إسلام مستحيل من إسلام، لأن الناس عبدوا أبطال مثل الهند ويعبدون خنفساء أكثر من هذا الدين. قلت مستحيل، يعني هناك دين خفي علينا، حتى الحمد لله عرفت فقه البيت. وأنا متعبش نتعلم هذا الفقه، وجميل جدا والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد. نعم، معكم سماحة الشيخ الحبيب ليلقنكم الشهادات الإسلامية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ. بارك الله بيطولك يا عمرك أخانا الكريم، وثبتك الله على الإيمان والهدى إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله على بركة الله تعالى. قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيت محمد وآل محمد وعجل وعجل وعجل. هنيئا لك يا شيخ. عندي سؤال فقط. تفضل. عندي سؤال يا شيخ. سؤال، أنني لم أصلي 15 سنة والحمد لله، لأنني لم أصلي على طريق البحرية البكرية.
وتقضى هذه الصلوات. وانا عملي ما بين الظهر والعصر، ما هناك عمل في وقت العصر، هل يجوز الجمع؟ نعم جائز الجمع ان شاء الله، جائز ان شاء الله. تقبل الله منك. الشيعة على لان علمهم لم يصلنا بعد. نعم عفوا، لان الوم الشيعة، الوم الشيعة في ان العلم اهل البيت لم يصل بعد لهم. إيه إن شاء الله يصل إليكم إن شاء الله. إن شاء الله وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وأقر الله عينك بالجنة مع محمد وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام. إن شاء الله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله وبارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيك كثير. بارك الله فيك أخي أيمن وهنيئا حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.